أكد عدد من الوزراء والمسؤولين أن ميثاق العمل الوطني أسس لمرحلة الإنجازات التي تعيشها المملكة اليوم، ووضع اللبنات الأولى لقيام دولة المؤسسات والقانون. عندما تنظر إلى ميثاق العمل الوطني عقب 19 سنة من إقراره بموافقة شعبية، إجماع شعبي كامل، تنظر له عقب 19 سنة بمنظور مختلف. ما الذي أحدثه ميثاق العمل الوطني؟ في اعتقادي أن ميثاق العمل الوطني ربط تلك اللحظة شعب البحرين بتاريخه وتاريخ البحرين الحضاري، وأسس لمستقبل ترسى فيه دعائم دولة القانون والمؤسسات. هذه العلامة الفارقة التي أجمع عليها شعب البحرين في ذلك الوقت. إذا نظرنا إلى التطورات التي حدثت منذ إقرار الميثاق إلى الآن في 19 سنة، ستجد أن هناك مأسسة حقيقية لدولة مؤسسات وقانون، حياة سياسية منتظمة لم تتوقف، لم تنقطع، مؤسسات قائمة سواء كانت البرلمان أو مجلس الشورى، وكذلك جمعيات سياسية تقوم بهذا الدور مبنية على قوانين، وكلها تأتي تحت إطار العمل الدستوري. ففي اعتقادي أن إنشاء المؤسسات التي حدثت في 19 سنة لم يكن بالأمر الذي من الممكن أن ننظر إليه بشكل سريع. أعتقد يحتاج إلى قراءة. بالفعل الميثاق عندما ظهر من 19 سنة هو أسس لهذه المرحلة، ولا زال مستمرا إلى الآن. عندما تقرأ الميثاق ستجد أن هناك كثير من الأمور تمأسس أيضا إلى مستقبل أفضل حتى لأبنائنا بإذن الله في المستقبل. ميثاق العمل الوطني وضع اللبنات الأساسية والمهمة على مختلف الأصعدة، سواء الأصعدة التشريعية والتنظيمية والإدارية والمؤسسية، وأكد ووضع حقيقة البيئة المناسبة لأن تتسارع الإنجازات في مملكتنا الحبيبة، وهذه طبعا ملاحظ على مختلف الأصعدة. الميثاق يعتبر ركيزة أساسية في كل أعمالنا اللي نشوفها حاليا، بمعنى ما نراه من عمل برلماني نشط، وجود مجلسين، مجلس الشورى، مجلس النواب كسلطة تشريعية وغيرهم من المؤسسات الدستورية، كل ذلك جاءت نتيجة لإقرار شعب البحرين بهذه الأغلبية لميثاق العمل الوطني. ميثاق العمل ارتكز على مبادئ مهمة جدا، نظرة مستقبلية ثاقبة بكل أمانة، والحمد لله ما نرى من استقرار سياسي في مملكة البحرين كان نتيجة إصدار هذه الوثيقة المهمة التي بنى عليها كثير كما قلت من الأعمال الدستورية والمؤسسات الدستورية، وكنتائج للعمل السياسي أيضا اللي انبثق من وثيقة ميثاق العمل الوطني. كل ذلك يظهر أهمية هذه الوثيقة، يظهر أثرها الأساسي في الحياة السياسية في مملكة البحرين تحديدا، وحتى باقي السلطات من السلطة القضائية أيضا كان لها نصيب في هذا العمل. مكانة الشباب والبرامج الشبابية كان في قلب البرنامج الإصلاحي لجهة الملك، ومثل ما شفنا احنا في رؤية 2030 هي مركزة بالكامل على مستقبل الشباب وعلى مستقبل الوطن وعلى طموح ومبادرات الشباب. حققت البحرين نجاح أمني ونجاح اقتصادي ونجاح سياسي ونجاح ديمقراطي ونجاح مؤسساتي. التصويت على ميثاق العمل الوطني كان هي اللبنة الأساسية الأولى، ومن بعد هذه اللبنة انطلقت البحرين تسير من نجاح يتلوه نجاح يتلوه نجاح، والحمد لله البحرين نحن الآن نسخر في بلد واحة أمن واستقرار، وواحة من الاقتصاد المتين والسياسة الرسينة الثابتة، وأيضا ما حققناه على الصعيد المؤسسي من حيث التعاون بين السلطات الثلاثة، وهذه كلها يعني تكتب كقصة نجاح حققها جلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه وأمد في عمره.